هاد الناس ما كيطالبوش التعويضات ديالهم، هاد الناس كيطالبوا الان باش انهم يرحلوا. استاذ المريني زكريا محامي بائد الدار البيضاء، اليوم حنا كنحضروا في هذه الجلسه ديال وزراء. الغريب في الامر هو ان الشركه هي شركه تابعه لشركه لارام، كتقول بان شركه لارام لا علاقه لها بشركه ام اس، والحال انه هي محدثه بموجب قرار اللي منشور في الجريده الرسميه، وواضح بانه كاين العلاقه التبعيه ديال الاجراء ديال شركه مع لارام. هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية، اليوم المجريات ديال الجلسات مشات على أساس أن التعقيب لينا دونك كمحامين ديال الأجراء، عقبنا في بعض النقاط القانونية اللي كنظنوا أنها واضحة، على أساس أنه أولا هذا الطرد ماشي طرد اقتصادي، حتى وإن كان طرد اقتصادي لأسباب اقتصادية بموجب القانون او لا بموجب وثائق اللي صادره على مثلا كالإذن ديال العامل، الحال انه كنكتشفوا بان الوضعيه المحاسباتيه والماليه ديال الشركه بخير وعلى خير الحمد لله، فيها فائض. كنتسائلوا واش يمكن كانوا كيستابقوا الحاله ديال الصعوبه الاقتصاديه اللي اليوم ما كايناش لسبب بسيط. الحمد لله المسائل رجعات بشويه بشويه للمجاري ديالها، التذاكر ديال الطيران ما بقاوش، ما كاينينش، عمالونا بالخارج داخلين الحمد لله. كنتسائلوا فينا هي هاد الصعوبه الاقتصاديه اليوم؟ هاد الناس بغاو يرجعوا لخدمتهم، من حقهم انهم يرجعوا لخدمتهم، وكنتمنوا بان هذا النداء يوصل للشركه المدعى عليها باش انها ترجع العمال يخدموا. هذه من جهه. من جهه اخرى للتوضيح فقط بالنسبه للراي العام، بان المسطره ديال الفصل لاسباب اقتصاديه لم تحترم نهائيا، لا بالنسبه للفصل 66 اللي فيه موجبات انه تكون هذيك لا ليست ديال الاجراء المعنيين بالفصل تكون منشوره وتكون معلقه في الشركه، لم يتم تعليقها. هذه النقطه الاولى. اما بالنسبه للنقطه الثانيه وهي المتعلقه بالفصل 71، كنعاود ناكدوا لكم بانه الفصل 71 كيقول بانه خص تكون واحد يعني هذاك يكون التراتبيه ديال الاحترام ديال التراتبيه ديال الاجراء اللي غادي يطردوا من العمل، والحال انك لاحظوا بان كاين اجراء عندهم 14 15 عام ديال الاقدميه اللي كنشوفوهم اليوم هما جالسين شومور، والحال ان بعض الاجراء الاخرين اللي كانت عندهم اقدميه ديال سنه او سنتين او ثلاث سنوات مازالين خدامين في الشركه، والحال ان هاد الاجراء كلهم اجتمعوا في عز الازمه جاوا عند الشركه كيقولوا لها الله يخليك حنا مستعدين اننا نهبطوا من الاجره ديالنا، مستعدين انه يكون امكانيه ديال الحوار باش نلقاو حل لجميع العائلات اللي خدامين في هذه الشركه، ماشي غير البعض والبعض لا. حال انه كنظن بانه كان هناك تعنت من ناحيه ديال شركه وديال شركه لارام كذلك. نتمنوا ان الامور ترجع الى مجاريها وهاد الناس يرجعوا لخدامهم والعائلات ديالهم ما يبقاوش في حاله متشردين. معكم العثماني غزلان مضيفه في شركه هي تابعه لشركه الخطوط الملكيه المغربيه 100%. دونك حنا هنايا جينا نطالبوا بحقوقنا
كيف ما كلشي كيعرف وكلشي تابع معنا، درنا عده وقفات، شهرين ونص وقفات متتاليه قدام مقر الخطوط الملكيه المغربيه، اللي طالبنا فيه فقط بالحوار ان هاد الناس يخرجوا ويتحاوروا معنا. ما بغاوش طبعا، وخداو حجه الطرد الاقتصادي ذريعه، وانه لاكتيفيتي ما كايناش وما كايناش الخدمه وهما في عجز و و و هادشي كامل بعد ما خداو طبعا الدعم ديال 600 مليار سنتيم. مهم هما قالوا انه طرد اقتصادي. انا في اول فيديو هاتي كنت قلت انه هذا طرد تعسفي وليس طرد اقتصادي. علاش؟ لانهم ملي كيديروا طرد اقتصادي كيكونوا فعلا شركه استنزفت جميع الحلول وما بقى بان ليها الا الطرد الاقتصادي، الوغ هما ما داروش هادشي، جاو نيشان وعطاو تصريح بالطرد. وانا اليوم كنأكد على الاقوال ديالي انه طرد تعسفي، حيت خير دليل على ذلك انه رجعت لاكتيفيتي ورجعت الخدمه والناس ما بقاوش ميم لاقين ليفل، ولا غام مازال ما عيطاتش لينا وما عندهاش نيه ابدا كنظن انها تعيط لينا، حيت هذا هو الوقت المناسب. مازال ما عيطوش لينا وما نظنش انهم غادي يعيطوا. دونك هذا طرد تعسفي، حيت انك تكون في عجز بالنسبه للناس الموظفين عندك، ومع ذلك عندك واحد الناس اللي كيتسناو انك ترجعهم، وهذا راه القانون، راه الطرد الاقتصادي القانون ديالو هادشي اللي كيقول. انا ما شفت حتى حاجه من راسي. دونك ومع ذلك هما ما بغاوش يرجعونا. نقطه اخرى بغيت نشير ليها انه الشركه اللي كتقول انها في عجز واللي ما فاتت تتلقى دعم من الدوله، هذا الدعم اللي كتعطيه الدوله هو ضرائب اللي كنخلص انا وانت وهاد الناس كاملين. دونك هاد الشركه اتقلت كاهل الدوله وكاهل الشعب وجرات على ولاد الشعب، وهي حاليا كدير لا فريتمون، كتاخذ طيارات بليكيباج ديالهم، هاد الشيء كتخلصوا بالعمله الصعبه، وهاد الشيء كيتقام عليها فريمون غالي. الشركه اللي في عجز ما غاديرش هاد الشيء، عندها طيارات، عندها اطقم ديالها اللي كيتسناو فقط اشاره اننا نرجعوا وغادي يرجعوا، وما دارتش هاد الشيء. هادي شركه كتبعثر الفلوس يمينا وشمالا، والدوله كتستمر بالدعم ديالها وكتستمر انها كتعطيها الفلوس. شكرا بزاف. عماد احمري مضيف طيران سابق في شركه الخطوط الملكيه المغربيه، هما اللي رجعونا اصلا سابق، ماشي حنايا اللي الاخر. هاد الناس هادو ما احترموش المعايير الدوليه والتساطير والقوانين، وما احترموش حتى شي حاجه، وما داروا ما خداوش بالمشتري المغربي اللي كنقولوها دائما، ومشاو ضد التوجه ديال الحكومه وديال صاحب الجلاله. لحقاش هو عطى في الخطاب ديالو، عطى واحد الامر لانشاء صندوق ديال كورونا، وقال للشركات المتضرره بان دوز الناس ديال الصندوق ديال كورونا. يعني هاد المقاربه هادي تتأدي للحياه في مقابل واحد المقاربه ديال شركه الخطوط الملكيه المغربيه التي صنعت الموت. شركه الخطوط الملكيه المغربيه دارت هذاك الشيء ديال ما فكرات ما والو، دازت نيسه للتسريح الاقتصادي اللي ما فهمناش علاش، واخا ما احترمتش المعايير وداك الشيء ديال التسريح الاقتصادي، يعني خدات من المدونات الشغليه داك الشيء اللي بغات، وبحال كان الالتفاف على القانون. دابا حنايا من شهر جوج حتى لدابا وحنا باقيين مستمرين في النضال وغادي نستمروا في النضال. دابا هاد المره عاوتاني هادي صاحب الجلاله دائما وابدا انسان ذكي وانسان عملي وكيستبق الامور، عطى الامر ديالو للحكومه وداكشي باش يسهلوا عمليه العبور ديال الاخوان ديالنا في المهجر، وهذه تحسب له. وقال للشركات الخطوط الملكيه المغربيه بكونها بانها ناقل من الناقلات اللي كاينين في المغرب، عطاها الامر باش زعما تخدم جميع المعدات اللوجستيه اللي عندها في السبيل باش تسهل هذا العبور. هذا تنتفاجئوا بشركه الخطوط الملكيه المغربيه كتمشيش افريتي دي زافيون اللي غادي تخلصهم بالفلوس بالدوفيز في عز الازمه، وما بغاتش ترد هاد الناس. هذا التعنت هذا حنا ما عرفناش واش هو تعنت، واش هو براد فير، ما عرفناش هادشي شنو هو. هاد السياسه هادي راه سياسه متجاوزه، واحد السياسه اللي بعيده على المنطق ونزيه على المنطق، وعن ما فهمناش، بغينا غير يخرجوا يفهمونا. حنا من شهر جوج حتى لدابا كنطالبوا شركه الخطوط الملكيه المغربيه بحاجه واحده، وهو تخرج غير مقال توضيحي للناس، ولا غير تخرج وتقول لنا راه نتوما غالطين ومشيو بحالنا. هادشي اللي كنطالبوا حنا شركه الخطوط الملكيه المغربيه. دابا حنا التجانا للقضاء اللي تنعتبروا القضاء المغربي راه هو قضاء نزيه وداكشي، لحقاش حنا عندنا الحق. وزعما في هذا السياق والتطورات هذه حنا دابا ولينا كنناشدوا صاحب الجلاله باش يتدخل، لحقاش دائما وابدا كندورو كنعاودو ندورو وكنلقاو نفس الحاجه. شتي في هذه البلاد صاحب الجلاله هو الوحيد اللي كياخذ قرارات صائبه، اما ما دون ذلك الناس غاديين تعثر. بنادم تيفكر بواحد الطريقه ما واش صبيانيه، واش طريقه انانيه، واش ما عرفناش. صاحب الجلاله كان دائما
الى لاحظناها ثلاثه الوزارات اللي تختار وزير الاوقاف والداخليه والامن والاخر والخارجيه غاديين مزيان، حتى واحد ما غيقول لك عليهم شي حاجه، غاديين نقيين في في وفي مقابل واحد التسيير اللي غادي بواحد الطريقه ومن ضمن التسيير هذا شنو نقول لكم؟ حنا ما تنطلبوا والو، تنطلبوا غير الرب الرجوع قانونيا، تحيدت الازمه رجع الناس، هذا الشيء قانون، صافي راه ابسط الاشياء كنطلبوها وهو تطبيق القانون. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.